هذه مناسبة اللي كنبارك السكان ديال سيدي مؤمن عيد مبارك سعيد وكل عام أنتم بخير، وكنشكر كذلك الأطر ديال 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 مقاطعة سيدي مؤمن اللي خدامين اليوم في المراقبة والتتبع. ما نساوش كذلك العمال ديال النظافة اللي هما خلاو وليداتهم وخلاو الديور ديالهم فوق ديال الدير وديال الأضحى، وخارجين انهم يديروا العمل ديالهم بمجهود اضافي وانهم ينقيوا الشوارع من ديك الكميه الكبيره اللي كتكون ديال النفايات. وهذه مناسبه اللي كندعي السكان ديال سيدي مؤمن انهم يتعاونوا معنا في هذا اليوم 24 ساعه. الشركه حنا كنديروا اليوم تتبع ديال الشوارع الكبرى واش ازقة باش نحاولوا نعاونوهم ونتبعوا معاهم عمليه النظافه. كتبقى المواطن حتى هو كذلك سيدي مؤمن انه يدير يدو ويتعاون معنا في 24 ساعه. الشركة زادت يعني آليات إضافية، 54 شاحنة صغيرة و 60 شاحنة كبيرة و 12 جرافة صغيرة و 4 جرافات يعني كبيرة باش يتغلبوا على هاد النقط السوداء. كنعتقد أن اليوم إن شاء الله مع 10 الليل غنعاودوا نديروا جولة أخرى في الشوارع اللي باقي فيها بعد النقط السوداء، على أساس أن 24 ساعة إن شاء الله تكون مقاطعة سيدي مؤمن إن شاء الله تكون نظيفة. هذا اللي كنتمناه إن شاء الله، وكندعو جميع المتدخلين أنهم يتعاونوا معنا في 24 ساعة. شكرا جزيلا للعامل ديال النظافة، وشكرا جزيلا للمتتبعين، شكرا جزيلا لكم أنتم اللي كديروا التغطية الإعلامية باش تحاولوا أنتم عندكم دور كبير. الله يوفقكم وعيد مبارك سعيد. السلام عليكم، معكم الأستاذ مصطفى وليد من ساكنة حي الأزهر بشارع المغرب العربي. الحمد لله شفنا اليوم واحد الحملة اللي كانت هي سابقه من نوعها، بحيث تواصلت واحد المده ديال 5 أو 6 ساعات على الاقل. وهذا الشيء كيشرف الناس المسؤولين لانها مهمه ديالهم من اجل باش يسترح المواطن المغربي. كنتمنى هذه البادره تكرر وتواصل يعني من بعد العيد ان شاء الله، باش السكان يبقوا في الراحه لان النظافه شيء مهم لهم. وكنشكر القناة ديالكم اللي جات وبغات توصل المواطن الجديد اللي قاموا به المسؤولين. بتوفيق الجميع وعيد مبارك سعيد. فاعل جمعوي ورياضي بحي الأزهر، فهذا النهار هذا هو النهار ديال العيد، فشركة ديال أفيردار هي خدامة معنا ككل عام. دابا تقريبا كنحضر معاهم على 3 سنين هذه، يعني ما كيبقاش داك الشيء. والرئيس راه واقف، يعني المقاطعه حسيره واقفه على هذا الشيء ديال النظافه، خاصه فاده ديال العيد، لان تيكثر داك الشيء بزاف. وعطى الطريقه ديال لوح البطاين وكذا، وهذه الا ما جاوش يتجمعوا راه يتخنس الدنيا. والله يجزيهم بخير، زعما راه خدامين هذا شارع المغرب العربي. اذا جيتي الدور راه يلاه هادو، راه يلاه تحطوا شي بطاين، راه يلاه تحطوا. اما راه من الصباح هما خدامين. كنعاود ثاني مورا الملحقه الاداريه ديال الازهر، كانت تقريبا واحد الجبل ديال هذاك، جابوا التراكت وهزوا داك الشيء، خلاو داك الشيء مزيان. وكنشكروا الصحافه على هاد المواكبه اللي كتدير اللي متبعه، وجزاكم الله بخيرا، تبارك الله عليكم. بدينا مع الجوج، بدينا في العمل ديالنا كيف العاده. كاين الضغط ديال الزبل مع اليوم العيد كما كيعرفوا الناس. المواطنين كنطلبوا منهم يتعاونوا معنا على حساب الزبل اللي لوحوا في الطارو. وبالنسبه لذاك الشيء ديال العافيه وداك الشيء، يحاولوا يطفيوه، عادي يشارجيوه، عادي يلوحوه، باش ما يكونش شي خطر لا علينا لا عليهم. وبالنسبه للعمال، حنا الحمد لله راه قايمين به، والماكسيموم نساليو 11 12 ديال الليل 10. المهم ما نعسو تنقيو الدار بيضا، هي المدينه ديالنا ضروري ما نقيوها. والحمد لله على كل حال، الامور راه غاده مزيانه، راه غاده مزيانه. احنا دابا قربنا نساليو. المسؤولين ديالنا موفرين لنا كل الشروط، لا من ليغات، لا من كاميوات، لا من جميع الالتزامات موجوده الحمد لله، والامور غاده في احسن حله.